Our event will commence with the opening remarks from Their Excellencies, the President of the Republic of Cyprus and the President of the Arab Republic of Egypt, to be followed by presentations of the initiative from the Minister of Agriculture, Rural Development and Environment of the Republic of Cyprus and the Special Envoy of the Republic of Cyprus on Climate Change. We will continue with remarks from heads of state and government and observers. Concluding remarks will then be delivered by Their Excellencies, the President of the Arab Republic of Egypt and the President of the Republic of Cyprus. With great pleasure, I now invite His Excellency, the President of the Republic of Cyprus, Mr. Nikos Anastasiadis, for his opening statement. There are few who are looking how to distract Cyprus, but still is here. Excellencies, at the outset, I'd like to once again convey my sincere congratulations to the President of the Arab Republic of Egypt. أود أن أنوه وأتوجه بخالص امتناني للسيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لاهتمامه الشخصي بهذا المؤتمر وتنفيذ The fact that Egypt إن حقيقة استضافة مصر يعبر عن مدى أهم اهتمامها بموضوع التغير المناخي وتداعياته ويعطي برهانا كبيرا للاهتمام واتجاه قضية التغير المناخ وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع. السعادة أصحاب الفخامة أود أن أرحب جميعا بكم في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاهتمام دولة قبرص كبير اتجاه قضية المناخ وآثارها في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة. نحن نلتزم بدعم العلاقات مع كافة الدول في مواجهة كافة تداعيات المناخ والحد من التغير المناخي وتداعياته السلبية. وبالتالي كافة الدول تعاني بالفعل من تداعيات التغير المناخ وهناك المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات وكذلك مواجهة أسباب الجفاف والفيضانات. في عام 2017 كان هناك دعوة حثيثة لاتخاذ إجراءات على المستوى الدولي والمستوى الوطني لاتخاذ خطوات جادة تجاه مواجهة تداعيات التغير المناخي وبالطبع العمل على الحد وإيجاد آليات لحد من مخاطر التغير المناخي. فهناك آلاف العلماء من كافة الدول من كافة المناطق استجابوا لهذه المطالب ووضعوا بعض الدراسات والأبحاث ذات الصلة. فبالتالي كانت تلك الأبحاث تتناول موضوعات مثل الصحة والغذاء والزراعة وكذلك الهجرة والطاقة والسياحة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. خلال هذا العمل العلمي كان هناك جهود كبيرة تحقق إنجازات كبيرة كذلك كيف يمكن مواجهة هذه الكوارث. نحن كذلك ملتزمين بجمع كافة المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال هذه المبادئ على المستوى العالمي. نحن نطلب إجراء كل ما يلزم لوضع خطة عمل ملموسة لها نتائج واقعية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ولضمان تحقيق المنافع المرغوبة.
بذلك من خلال الالتزام بتنفيذ خطة العمل بحذافيرها، ونتمنى وكما ذلك نتوقع أن دولنا في البداية سوف تنجح في خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري. ولسوء الحظ هناك تحديات كبيرة في هذا المجال، فتتطلب وضع إجراءات حتمية يلتزم بها كافة الدول وكافة الأطراف والدول الصناعية. يأتي بعد ذلك الحصول على التمويل اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، لدعم قطاعات الصناعة للالتزام بمعايير المناخ ومعايير الحد من الانبعاثات الكربونية، وهذا يندرج تحت الاستخدام العام في السوق العالمي، وكذلك استغلال كافة الفرص للتعاون. سعادة الرئيس، تعلن دولة قبرص التزامها تجاه التعاون مع مختلف الدول للحد من التغيرات المناخية، وذلك يأتي من خلال خطوات جادة، وسوف تعتبر هذه الخطوات تاريخية. آخر تعليق لدي، في خضم تلك الإجراءات التعاونية نحن سوف نواجه كافة التحديات بالتعاون من كافة الأطراف لتحقيق النجاح في خفض الانبعاثات، وذلك يأتي من خلال تكوين فرق عمل مشتركة بين الدول. مرة أخرى أود أن أعبر عن مدى سعادتي لسعادة الرئيس السيسي لاستضافته لهذا الحدث الهام وجلب كافة الموارد والجهود لتوحيد كافة الأمور التنسيقية والتعاونية بين الدول والأطراف والجهات المعنية المختلفة حول العالم، طامحين إلى جيل أفضل ومستقبل أفضل. شكرا سعادة الرئيس، شكرا للجميع. شكرا سعادة الرئيس القبرصي. أود أن أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلقي كلمته الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس نيكوس رئيس جمهورية قبرص، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في هذه الجلسة المهمة التي تعقد بالشراكة بين مصر وقبرص. وأود في هذا الصدد أن أعبر عن خالص تقديري لصديقي العزيز الرئيس نيكوس رئيس جمهورية قبرص على مبادرته بعقد هذه الجلسة خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، وذلك في إطار حرصه على المساهمة في خروج قمتنا بنتائج تسهم في ترسيخ مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره. السيدات والسادة، لقد حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة، بما يساهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمي. وهي منطقة كما تعلمون تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة، وهو ما بات واضحاً بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثاً مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ولعلكم تتفقون معي أن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي، لا سيما وأنه قد أصبح من المعلوم أنه على الرغم من المسؤولية الرئيسية للدول والحكومات في هذا الجهد إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها بل يتعين عليها أن تمارس أدوارا مكملة وداعمة انطلاقا من مسؤولياتها وعمل بمبادئ التعاون والمشاركة. وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهودها. والحقيقة أن ما يميز المبادرة التي نجتمع في إطارها اليوم عن غيرها من المبادرات والجهود هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس بما في ذلك هدف 1.5 درجة مئوية. السيدات والسادة، إنني أتطلع خلال اجتماعنا للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ إطلاقها وحتى اليوم بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة، كما أتطلع أيضا للاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالا بجهودها لمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي. وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج من حديثنا اليوم بفهم أكثر عمقا لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته. أشكركم على حسن الاستماع. Thank you, Excellency. We continue the presentation of the initiative. شكرا سعادة الرئيس. Costas Kadis, Minister of Agriculture, Rural Development and Environment of the Republic of Cyprus. Thank you. Excellencies, أصحاب السعادة. It is a true honor for me to be here today with you in order to present the philosophy and the progress achieved so far by the Eastern Mediterranean and Middle East Climate Change Initiative. As it was already mentioned, our region has been classified by the scientific community as a global climate change hotspot. That means that it is one of the most vulnerable to climate change areas of the whole planet. Indeed, recent scientific data indicate that the region is heating up twice as fast as the rest of the planet. And under a business as usual scenario, which is shown in the graph with the red line, by the end of the century, the region may have reached temperatures 5 degrees higher than those at the beginning of the century. All the countries of the region have expressed their serious concerns about climate change and its impacts, and at the same time, their willingness to comply with the Paris Agreement. However, their efforts are held behind due to the lack of detailed environmental observations and modeling, which are necessary for developing accurate predictions, adequate mitigation and especially adaptation strategies to climate change, أما فيما يتعلق بالمساهمات السياسية تضمن تنفيذ المشروعات في كل الأطر وفي كل الحدود. هذه الفجوات التي تناولناها وهذه القيود والتي حددناها من خلال النقاشات تتطلب التعاون على المستوى العالمي وكافة التعهدات للالتزام بخطة العمل الموضوعة، وهذا يأتي بناء على الأعمال البحثية ونتائج المراكز البحثية. المخرجات الأساسية هنا إن
الحد والخفض من الانبعاثات أمر حتمي وضروري، وهذا يأتي بناء على المعرفة العلمية التي تتناول مباشرة موضوع تغير المناخ في منطقتنا. وهناك خطة عمل تلقيناها بالفعل، وأعلن عن مبادراته لجلب معا كافة المجتمعات العلمية مع المنفذين على أرض الواقع لوضع خطة عمل لتعمل على تناول التحديات المناخية في المنطقة وتناول كافة الموضوعات ذات الصلة وكافة الإمكانات التكنولوجية لوضع خطة للحد من التداعيات. المبادرات تتكون من مكونين أساسيين، المكون العلمي وكذلك المكون العملي. في إطار هذا المكون العلمي هناك مهام وفرق عمل تم نشرها بالفعل، تتناول مع مئات العلماء من حوالي أكثر من 20 دولة بالمنطقة ومنظمة دولية. هذه المرحلة يتم تنسيقها، وكافة هذه التقدمات والنتائج من الصادرة من المجتمعات العلمية والتي تمثل نتائج المؤتمرات العلمية، وسوف تتناول من خلال المجتمعات الوزارية في شهر فبراير ويونيو 2022. وبناء على ذلك العمل لدينا أساس صلب وتفاهم كبير لطبيعة الكوارث المناخية وأثارها على الاقتصاد والمجتمع وعلى البيئة بشكل عام، وكذلك لدينا وحددنا بالفعل أفضل الحلول والممارسات العملية لتناول التغير المناخي وتداعياته. وهذه الإجراءات تضع الأساس لخطة العمل الإقليمية التي نحن مستعدون لتنفيذها من اليوم، وهذا يمس تماما المنطقة، وكذلك الإعلان الموجود على الورق الذي يعبر عن النية والرغبة في اتخاذ الخطوات الجادة لاستخدام خطة العمل تلك. وكذلك أود أن أعبر عن خالص امتناني وشكري لكافة العلماء وصناع السياسة الذين ساهموا في وضع تلك خطة العمل، وكذلك الرسالة الواضحة التي أرسلها من مكان هذا أننا في حاجة إلى وضع خطة حاسمة ووضع مبادئ معرفية أساسية لمنطقتنا ولصالحها. شكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا سعادة الوزير. أود أن أدعو كوستاس بازينغولوس من دولة قبرص المسؤول عن التغير المناخي وخطة العمل المتعلقة بها. من دواعي فخري أن أكون معكم اليوم لأعرض لكم خطة العمل. السعادة أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، خطة العمل الإقليمية التي أود أن أعرضها عليكم سوف تتناول أعمال التعاون ووضع تصور لخطة العمل لتحقيق أفضل النتائج لمؤتمر الأطراف، وكيف يمكن تطبيقها في منطقتنا في منطقة الشرق المتوسط. إن خطة العمل الوطني أو الإقليمية كما ذكر سعادة الوزير تعتمد على كافة النتائج العلمية لمراكز البحثية ومجتمع العلماء لوضع هذا العمل، ومع التركيز على العمل العلمي وكافة التحذيرات كما ذكر خلال تناول موضوع الكوارث المناخية
We cannot have it. لا يمكن أن نستغني عن هذه الخطة، فهي تحتاج الانتباه العالمي وتركيز العالم أجمع على مخاطر التغيرات المناخية، وكذلك تحتاج التعاون مع كافة الدول في منطقة الخليج العربي وغيرها من المناطق حول العالم، وبناء على الإنذارات والتحذيرات المناخية لابد من وضع كافة الأدلة العلمية ولا غنى عن هذه الأبحاث العلمية. فأثار التغير المناخي تصل إلى العالم أجمع، وهناك تداعيات كبيرة. لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات وكافة الإجراءات للحد من هذه المخاطر، فلابد أن يكون هناك التمويل اللازم لدعم هذه الإجراءات ليس فقط في المنطقة ولكن في حول العالم أجمع. بالنسبة للدراسات العلمية تعتمد على الأبحاث العلمية. إن المبادرات ليست فقط تتعلق بتفهم الكارثة ولكن تدعم كافة الأعمال التعاونية بين كافة القطاعات المتعلقة بالتغير المناخي والتي تؤثر عليها مع وضع إجراءات عملية للتنفيذ، فهي تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من كافة الأطراف ومن كافة الدول لتحقيق هذا الهدف. إن خلفية العمل تضع تقييما للموقف لكل قطاع كما حددنا من خلال بناء القدرات ودعم الأعمال البحثية والإجراءات التنفيذية، وتسمح لنا باقتراح بعض خطط العمل وحلول قابلة للتطبيق لتناول التغير المناخي في القطاعات المختلفة. كذلك الإجراءات خارج حدود الوطن ضرورية لضمان تحقيق الهدف النهائي، ولا يمكن أن تعمل كل دولة بمفردها. إن خطة العمل بشأن المناخ موجودة الآن على أجهزة الحاسب وعلى الأوراق، ولكن نحتاج في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك يأتي بالتنسيق الجهود مع كافة الدول من كافة الأطراف المعنية، ولابد من وضع الإجراءات ليس فقط على الأوراق ولكن بشكل عملي ولتقييم التكاليف والتقييمات وما هي التكنولوجيا التي يمكن استغلالها لتحقيق الهدف. هذه أحد الأدوات الهامة لصناع السياسة للوصول إلى الموضوعات ذات الاهتمام وكيف يمكن تناولها. هذا كل ما لدي بشأن هذا الموضوع وآثار التغير المناخي على الثقافة وعلى البيئة وغيرها. سوف أركز على أحد الأمثلة هنا، اسمحوا لي لأعطيكم لمحة عما يمكن أن نفعله. أهم الإجراءات هنا وأفضل الحلول الاقتصادية على المستوى الإقليمي أن يكون لدينا نموذج لوضع الحدود للقدرات العلمية لتناول هذه الكوارث، وكيف يمكن تخصيص الوقت والمكان لمتخذي القرار ومتخذي الإجراءات العملية لتنفيذ ما كل ما يلزم فيما يتعلق مع الوضع في الاعتبار كافة التكاليف والموارد المالية خلال الوقت الزمني المناسب. إن الإجراءات على المستوى الإقليمي من أحد العوامل الأساسية هنا، وكذلك تقييم وتحديد المشكلات أحد الأمور الأساسية. ليكون لدينا نموذج دقيق قابل للتنفيذ على أرض الواقع لتقييم مدى التقدم،
بالتحديد ما هي الإجراءات اللازمة من كل دولة من كل طرف. سعادة الرئيس، نحن هنا في مصر نتناول كافة الموضوعات ذات الصلة بالمناخ وما هي الآثار الناجمة عند إهمال التغير المناخي. حاليا هناك تكنولوجيا متطورة كبيرة تضع حلولا هائلة ومتاحة الآن لتنفيذها على أرض الواقع. هذه بعض الأمثلة التي يمكن تنفيذها. نحن بالفعل نقوم بتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر حتى نركز إجراءات وخطة العمل على تلك المناطق في قبرص وفي المناطق المجاورة، لأن هناك احتمال أن خفض 15% نسبة 15% من استهلاك الكهرباء عند تطبيق هذه المعايير والإجراءات. في قبرص هناك خطة عمل تجري على أرض الواقع. بالفعل نحن نريد من نعمل على إسراع كافة الإجراءات ولتوفير الوقت وعدم ولضمان عدم ضياع الوقت لتحقيق النتائج المرغوبة. هناك دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من المناطق ومن دول الجوار. نحن في حاجة إلى وضع خطة عمل تعاوني دولي لربط كافة المشكلات بالحلول بشكل مباشر لتوفير الوقت والجهد والتمويل. أتمنى أن يكون لديكم الوقت الكافي لمشاركة بعض المعلومات بشأن قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات ذات الصلة. منطقتنا ربما تكون من أكثر المناطق المتضررة من التغير المناخي من خلال التوقعات المناخية في المستقبل. إن آليات العمل الجاد والتعاوني من أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف خطة العمل للحد وخفض الانبعاثات الكربونية حول العالم كما ذكر السيد أنستاسيانس. وعلى الرغم من ذلك إن أحد الأمور الأساسية هنا وهي أحد الأمور الأكثر تحدياً هو التنفيذ كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. التركيز على التنفيذ. شكراً جزيلاً لسيادتكم. أفتح الآن المجال لسعادة رئيس الوزراء كيرياكوس من دولة اليونان. شكرا جزيلا سعادة الرئيس. أصدقائي، من دواعي سعادتي أن أكون معكم اليوم لأشارك في هذا الحدث الهام الذي يركز على تغير المناخ في منطقة شرق المتوسط. أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لدولة قبرص لاتخاذ المبادرة للتعاون المناخي في المنطقة، وأود أن أتوجه لكم بالشكر لخبرائكم الذين حققوا نتائج باهرة في هذا المجال في المجال الأكاديمي والعلمي. وعندما أنظر إلى خطة العمل التي عرضتموها والتي تميزت بالشمولية فهي تركز بشكل مباشر على التغير المناخي الذي يعد مشكلة كبيرة في شرق المتوسط وتؤثر بشكل مباشر على الغذاء والبيئة وأنظمة المياه والهجرة كذلك، ولا سيما الطاقة والتحول في الطاقة والتعاون في مجال الطاقة. هذا ما أريد أن أنقله للسادة الحضور. كما أود أن أؤكد على التعاون في مجال الطاقة، هذه أحد الموضوعات الهامة
التي تتصل بنا مباشرة، والتي نرغب في نطمح في مزيد من التعاون في هذا الشأن. كذلك تحدثت مع السيد عبد الفتاح السيسي بشأن مشاريع الطاقة لضمان نقل الطاقة بكفاءة أكبر، ليس فقط للاستخدام في المنطقة ولكن لتصديرها إلى السوق الأوروبي. لأننا هنا نتحدث عن تجنب الفصل أو العزل. أود كذلك أن أنوه عن أحد الموضوعات الرئيسية في ليس فقط في خطة العمل ولكن بشأن أحد موضوعات التعاون الهامة والحتمية، وهي الحماية المدنية. كثير من الدول هنا تعاني من بعض الكوارث الطبيعية مثل الحرائق وغيرها مثل الفيضانات، وهي تتعلق بشكل مباشر بالتغير المناخي، والتي تستدعي التعاون العاجل بين كافة الدول المعنية. وللعمل على الحد من الخسائر والأضرار بسبب التغير المناخي ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية. وأشجع وأدعو كافة الدول وكافة الأطراف والجهات المسؤولة لتعزيز علاقات التعاون في مجال الحد من التغير المناخي ووضع الآليات الملموسة في كل الدول لجلب كافة الموارد اللازمة للاستجابة في حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، خاصة في فصول الصيف وفي الفصول الفيضانات وحرائق الغابات لضمان عدم حدوث مثل هذه الكوارث في المستقبل. مرة أخرى أهنئكم بشأن هذه المبادرة، وسوف ونعيدكم باستمرار دعمكم والتعاون معكم لوضع كافة الحلول والتذليل كافة العقبات. شكرا جزيلا. شكرا سعادة الوزير. أود أن أدعو السيد رئيس دولة العراق. Thank you very much, Mr. President. Thank you for your speeches, which I think covered most of the aspects of what we are here for today, most of the aspects of climate changes and other factors. I fully agree with His Excellency, the President of Egypt, His Excellency Mr. Sisi. The time has come to take action and implement. I think we have enough information, knowledge, technology, all aspects of climate change, climate on its own, to tackle these problems. هناك حاجة ماسة عن كافة الدول لدعم خطة العمل لوضع الحلول. سوف تأخذ هذه الحلول وقت كبيرا، ولكن حان الوقت الآن للبدء وتوفير التمويل اللازم لها وتوفير كافة الحلول. هناك حاجة ماسة لوضع الحلول التي تؤثر على الحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري. وهناك أمور وبعض العوامل التي تؤثر على زيادة التغير المناخي وتداعياته، مثل زيادة التعداد السكاني. إن التعداد السكاني يؤثر بشكل مباشر على التغير المناخي. وكذلك استخدام الموارد الوطنية في كافة المناحي ومنها الموارد المائية. إن العوامل الرئيسية المتصلة بالتغير المناخي أولا هو التلوث الصناعي، والذي يأتي من خلال استخدام الموارد الوطنية، من وكذلك كافة الإجراءات من جانب الإنسان. الأمر الثاني الذي أتحدث عنه هو الموارد المائية
وما وكيف تتأثر بالتلوث في هذا المجال. أود أن أتناول موضوع الموارد المائية على المستوى العالمي. هي أحد الأمور الهامة التي يجب أن نضعها في عين الاعتبار. نود أن نحد من العوامل التي تزيد من التغير المناخي. أحد الأمور التي تعتبر خارج سيطرتنا هو المناخ بشكل عام وكافة نواحيه التي تؤثر على الموارد المائية. ثانيا، السياسات الإقليمية، كيف يمكن مشاركة المياه بيننا بشكل جيد، وكيف نكون على دراية بالإجراءات التشغيلية لكل دولة. الإجراءات التشغيلية أحد الأمور الهامة هنا، وخاصة من دول الجوار. لابد من الاتفاق على هذه الإجراءات لضمان التعاون بين دول الجوار، ليس فقط مراقبة ولكن كذلك المساهمة في الإجراءات. ثالثا، كيف يمكن التركيز على تحسين أنظمتنا، خاصة الأنظمة الري. لا يمكن أن نعود إلى الحقب القديمة في هدر المياه، لكن لابد من ابتكار أنظمة جديدة ومتميزة باستخدام تكنولوجيا الري الحديث للحد من نقص المياه في المستقبل. على سبيل المثال، في العراق كان لدينا الكثير من المياه، ولكن الآن نعاني من نقص المياه. فبالتالي أدعو كافة الدول لبذل قصارى جهدهم لوضع أفضل الممارسات للسيطرة على إجراءات الري للحفاظ على المياه. هذا يتطلب تعاون دولي وكذلك تثقيف بشأن استخدام المياه. شكرا جزيلا سعادة الرئيس. السيد بيشك الكشانة. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency President عبد الفتاح السيسي. سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بكل الشكر لمصر لاستضافة مؤتمر الكوب 27 ولكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر. السيد أنستزيادس، أود أن أنقل تحياتي لدولة قبرص لاتخاذ إجراءات جادة في موضوع التغير المناخي. هذه المبادرة سعادة الرئيس وكذلك الإعلان من جانب دولة قبرص أتى في وقت حاسم. نود أن نركز على أهمية التعاون في مجال التغير المناخي. منطقتنا تعاني بالفعل من التغير المناخي، وهناك زيادة في الاحتباس الحراري، وتتأثر أكثر من أي دولة بنسبة 20%. وهناك حاجة إلى بناء القدرات في دولنا وفي دول العالم الأجمع في مجال مواجهة تداعيات التغير المناخي. هناك تداعيات على البيئة والغذاء والسكان تزداد يوما بعد يوم، وتنذر بوقوع كارثة في المستقبل. ولهذا السبب لابد أن نبدأ في مبادرة لمواجهة تداعيات تغير المناخ من جانب كل الدول لمواجهة كافة التحديات. الأردن تتعهد بالالتزام وتعد باتخاذ كافة الإجراءات لاتخاذ كافة الحلول الشاملة ولضمان النمو الأخضر، وفي نفس الوقت تنفيذ طموحاتنا الوطنية. سعادة الرئيس، السادة الحضور، اليوم يعد أحد أهم الأيام للتأكيد على ضرورة العمل التعاوني والجماعي
لحد من تداعيات التغير المناخي ومواجهة كافة التحديات ذات الصلة والعمل في وقت مبكر. لابد أن نتذكر أن التحديات البيئية والمناخية لا تضع في اعتبارها المياه أو السكان. نحن في حاجة إلى التعاون الجماعي لصالح بيئتنا ولصالح كوكبنا مع اتخاذ الخطوات الجادة. هنا اسمحوا لي أن أشير إلى أهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. هذه هي العوامل الأساسية للتعاون، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التعاونية بين دول المنطقة. التقدم يمكن تحقيقه بشكل مستدام، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون تنفيذ التعهدات المالية للدول النامية والدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي. أود مرة أخرى على تأكيد التزام الأردن باتخاذ الخطوات الجادة في خطة العمل الإقليمية. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أدعو رئيس وزراء فلسطين السيد محمد. شكرا جزيلا. سعادة الرئيس، أتقدم لكم بكل التهاني على الجهد الرائع والتنظيم الممتاز لهذا الحدث الهام، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد. فلسطين ليست فقط ليست الدولة الوحيدة في شرق المتوسط المتأثرة، لابد أن نرى القضية بكل أوجهها وجوانبها. هناك علاقات كبيرة بين دول الجوار مع فلسطين، فهناك اهتمام كبير بخطة العمل الإقليمية التي تعتمد على الشراكات الجيدة، وكذلك تركيز كافة الجهود وحشد كافة الجهود التعاونية بين الدول كما عرض السيد الرئيس. وكذلك أعتقد أن هذه الجهود المركزة ليس فقط من جانب الحكومات، ولكن أيضا من جانب الشعوب، وكذلك القطاع الخاص له دور كبير. كيف نتصرف كحكومات عندما نحدد كافة الجهود اللازمة في هذا الاتجاه؟ أعتقد من المهم لكافة الأطراف عندما نطمح في الحصول على بحر متوسط أنظف. عند الحديث عن البحر المتوسط، نحن نتحدث بشكل على وجه التحديد بشأن الشرق المتوسط، لأنه يشمل جنوبا وشمالا وغربا وشرقا. هناك حاجة إلى خطة شاملة في الشرق المتوسط بالحديث عن المياه. كما ذكر السيد الرئيس العراقي، في فلسطين نحن نستهلك حوالي 2.7 لتر لكل شخص في فلسطين، وهناك استهلاك كبير في فلسطين، ولكن هناك عجز كبير في استهلاك المياه. لابد أن نتذكر أن هناك مشكلة بشأن التعاون وكذلك الحقوق المائية. بالحديث عن ذلك، كما كنا نذكر ذلك الأمر بشكل معتاد، وفي هذا الموقف لابد أن نذكر حتمية الأمر. إن العمل في هذا الأمر لم يكن معتادا، ولكن لابد أن يكون أمرا معتادا في المستقبل بسبب محدودية الوقت ولاتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن. لابد أن نتناول أعراض هذه المشكلة وأهمية جمع البيانات، وأعتقد أن ما نحتاجه هنا في خضم ذلك، نحن نحتاج نقلة نوعية
وهي تتعلق بسلوك الأفراد، سلوك السكان، سلوك الجهات الصناعية. لابد من وقف كافة الأعمال الهدمية ضد البيئة، وكذلك توعية في الخلاصة سعادة الرئيس في فلسطين. نحن لا نتسبب في التغير المناخي، ولكننا نتأثر به لأننا جزءا من المنطقة. نحن مستعدون في المشاركة في أي حلول توضع للتعاون الإقليمي. كل التهنئ لكم، وأتمنى لكم كل النجاح والسداد. شكرا جزيلا. أود الآن أن أعطي الحديث إلى السيد وزير البيئة الإسرائيلي. شكرا جزيلا سعادة الرئيس جمهورية مصر العربية وسعادة رئيس قبرص، من دواعي فخري أن أكون معك اليوم. أود أن أعبر عن مدى سعادتي لمشاركة إسرائيل في هذا المؤتمر بشأن تنفيذ خطة العمل في الشرق المتوسط والشرق المتوسط. أود في البداية أن أتقدم بكل تهاني لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر الهام، وكذلك للمبادرات تجاه التغير المناخي. كل التهاني لي وكل تمنياتي بالنجاح والسداد لكافة صانع القرار وصانع السياسة ورؤساء الحكومات. وكما تعرفون وأنا سعيدة جدا بهذا الجمع الغفير الذي أتى من جميع أنحاء العالم لتناول الثقافات والعادات التي تؤثر على التغير المناخي. هنا نتحدث عن البحر، الصحراء، الأراضي الزراعية، وما هي الإجراءات المستقبلية التي تحد من الكوارث الطبيعية في المستقبل. هذه المبادرة أحد الإجراءات الهامة، لأنك طريق واحد لمواجهة التغيرات المناخية معا. إذا شاركنا المشكلة سوف نستطيع من وضع الحلول من خلال مشاركة المعرفة والأدوات وحشد القدرات في مواجهة التغيرات المناخية التي نعيش فيها للحد من ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. كما ذكرنا مواجهة التغيرات المناخية القاسية وكذلك التغيرات الجامحة حول العالم. هناك دراسات علمية كبيرة، ولكن نحن نحتاج إلى خطط عملية وواقعية. لدينا الكثير من التقارير التي تؤكد على مدى خطورة التغير المناخي في إسرائيل. لقد بدأنا في العام الماضي، وأنا سعيدة أن أكون مشاركا في COP27، لأن إسرائيل أصبح لديها موقف أفضل الآن. نحن عملنا على تحسين التكيف والمقاومة عند التعامل مع موجات الحرارة وكذلك آثار التغيرات المناخية، ومع وضع نظام بيئي أفضل للتوازن المناخي. فهناك إجراءات جادة من جانب دولة إسرائيل تتخذ حاليا، وكذلك نحن شغوفين أن نشارك معكم المعرفة التي لدينا، ويمكن أن نتعلم من كافة الدول الجوار ودول المنطقة. ويضع هذا أهمية إلى هذه المبادرة لتأكيد على مشاركة الخبرات والمعرفة لوضع أفضل الممارسات والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل، ليس فقط للدول في هذه المنطقة ولكن حول العالم. على سبيل المثال، الأسبوع القادم سوف في إسرائيل سوف نشارك الطرق أو خطط العمل المناخية. لقد عرضنا بعضا منها خلال العروض،
وكافة البيانات العلمية التي تمكن من توقع التغيرات المناخية لوضع أفضل الحلول التي يمكن أن نشاركها مع كافة الدول والعالم أجمع. وأنا على يقين أن هناك نجاحات بهرة سوف نحققها في المستقبل، ليس فقط في موضوع التكيف والمقاومة في إسرائيل، ولكن كما قلت في مجال التعاون مع كافة دول العالم والمنطقة. أود أن أعبر عن التزام إسرائيل التام باتخاذ كافة الإجراءات في مجال التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي واتخاذ كافة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات، وكل تهانئي إلى قبرص وجمهورية مصر العربية لاستضافة هذه المبادرة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أود أن أدعو بروفيسور باتريك تالس من WMO بنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا جزيلا سعادة الرئيس. من دواعي سعادتي أن أتحدث معكم نيابة عن السيد غوتيريس. بناء على التقارير المناخية بشأن ارتفاع درجة الحرارة حول العالم على مدار 30 عاما الماضية وزيادة الاحتباس الحراري كما شاهدناه في هذا الجزء من العالم. هذا يظهر كيف تتأثر النظم العالمية بالمشكلات المناخية مثل الجفاف وغيرها. وكذلك يمكن أن نرى أن هناك الكثير من الإجراءات والممارسات من كافة الدول، وهذا يتعلق بالاحتباس الحراري الذي نعاني منه. وهناك توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتباس الحراري لعقود قادمة إذا لم نتخذ إجراءات جادة نحو الحد من التداعيات التغير المناخي، وهذا يتطلب منا زيادة التعاون واستمرار التعاون على المستوى العالمي. وهناك ارتفاع في مستوى سطح البحر حول العالم ينذر بالخطر، وكذلك زيادة الانبعاثات الكربونية هي أحد المشكلات الأساسية، وبعض المشكلات في أنتاركتيكا التي تهدد بوقوع كارثة في المستقبل. أحد المجالات التعاون الأساسية هنا المياه، لأن في موضوع المياه أحد الموضوعات الحساسة في هذه المنطقة من العالم. هناك مبادرة بشأن المياه تدعى Water Aware، وهي تعتني بكافة الموارد المائية حول العالم، وهناك تعهدات بدعم كافة القضايا المائية. هنا يظهر أهمية وضع أنظمة إنذار مبكر وبعض التقنيات للمراقبة والإنذار للموارد المائية لضمان تقديم الخدمات. ونحن ممتنين لجمهورية مصر العربية للتعاون الرائع لدعم هذه المبادرات من جانبنا. نحن نلتزم بتقديم كافة الالتزامات بدعم هذه المبادرات في المستقبل لدعم مواجهة تداعيات التغير المناخي. Thank you. Before I proceed, I would really appreciate if everybody could be really short and brief because we are running out of time. وأتمنى أن تكون الكلمات مختصرة بأكبر قدر ممكن. السيد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، سعادة الرئيس قبرص، سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب السعادة، أود أن أشيد بالجهود التي تبذلها مصر وقبرص في مجال حد من تداعيات التغير المناخي، لأن التغير المناخي تحدي عالمي
وليس له نفس الآثار حول العالم، ليس له نفس الآثار في كل الدول حول العالم. فالمنطقة هنا ثاني أكبر الدول المتأثرة بالتغير المناخي، وهذا يدل على أهمية اتخاذ الإجراءات الجادة لدعم كافة الإجراءات والمبادرات التي تستهدف الحد من التغير المناخي. وأدعونا كافة المساهمين والمشاركين الرئيسيين من كافة المنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد والتكيف من التغير المناخي من خلال التعاون الدولي الكبير. نود أن نظهر أو نضع نموذجا للتعاون الإقليمي الدولي لمكافحة التغيرات المناخية. معا نحن نستطيع. هذا هو جوهر الاتحاد من أجل المتوسط، وهذا أساس مبادرة التغير المناخي. لهذا السبب نحن ندعم هذه المبادرة ونقدر كافة الجهود لوضع الخطط التنفيذية لخطة العمل. شكرا جزيلا. سوف نستمر مع أعطي الحديث الآن للسيد جيف ساكس. أصحاب السعادة، أتقدم بالتهاني لاستضافة هذا المؤتمر. المنطقة هنا متفردة، وهي شهدت أقدم الحضارات، وهي مهبل للحضارات حول العالم، وجلبت الكثير من الأفكار والثقافات أكثر من أي دولة حول العالم لآلاف من السنين. شهدت حضارات مختلفة والتي تميزت بالمقاومة والاستمرارية. هذا ليس فقط مصطلحات تعبيرية، ولكن نحن في حاجة إلى التعاون الدولي. هذه المنطقة تتسم ببعض التعقيدات وكذلك وقوع من عدد من الصراعات، ولكن فوق كل ذلك نؤكد على أهمية التعاون الدولي، وذلك يمكن تحقيقه من خلال الجهود لرؤساء الدول. أوصي هنا في منطقة المتوسط، يمكن وضع EME من خلال البنك التنمية، وضع بعض الخطط الفعلية لحل تلك المشكلات المتعلقة بالتغير المناخي. هذه المنطقة متفردة، لديكم القوة المالية لتحقيق التعاون مع بنك التنمية الدولي، ويمكن جلب الموارد المالية الكافية لتنفيذ الخطط العملية. الأمر الثاني الذي أوصي به هو الإجراءات الدبلوماسية. فالشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط لديها قدرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ويجب أن تستوعبها أوروبا، وهذا يأتي من خلال إجراءات الدبلوماسية. فالطريق الدبلوماسي هو الحل الأمثل هنا للوصول إلى قلب أوروبا، وهذا يعطي أهمية كبيرة لتكون فرق عمل للتعاون. وفي النهاية، أنا أحب هذه المنطقة أكثر من أي مكان آخر. أرغب في تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين المناطق والاستفادة من المبادرات المختلفة، لأن لديكم مواهب هائلة سواء في قبرص أو غيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد فيها كافة المناطق الأخرى لحذوكم. وكل التهاني مرة أخرى لكم لهذه الإنجازات. كل التهاني لكم، وأتمنى لكم مزيد من التقدم والازدهار. شكرا جزيلا. سوف نستمر مع الرئيس التنفيذي للتعاون الدولي من الاتحاد من الأمم المتحدة، السيدة أولغا. سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب السعادة والفخامة، السيدات والسادة. نيابة عن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، أتقدم لكم بكل التهنئة
لمنطقة الشرق المتوسط والشرق المتوسط ومبادرة التغير المناخي. كما تعرفون هناك كثير من التحديات بشأن التغير المناخي تتطلب العمل الجماعي، ولا بد لنا من تكوين فرق عمل على المستوى الإقليمي والعالمي. أود أن أذكر أنه منذ شهر كانت هناك مؤتمر بشأن البيئة في أوروبا وبحضور قبرص وبالدعم من حكومة قبرص. تناول هذا، كان هناك حوالي 900 مفوض حاضرا لذلك المؤتمر من منطقة الشرق المتوسط والشرق الأوسط وعلى المستوى الوزاري والإعلانات الوزارية التي دعت إلى العمل المشترك لتحقيق التعاون الدولي الوثيق. الآن واليوم ونحن نشهد إطلاق مبادرة المناخ تعد برهانا على أهمية هذه الموضوعات ذات الصلة بالمناخ وأهمية التعاون بين الحكومات وعلى ولا سيما في منطقة الشرق المتوسط والشرق الأوسط. ومدينة شرم الشيخ تعتبر أحد الخطوات الكبيرة في دعم هذه المبادرات. في النهاية منظمتي منذ السبعينات تؤكد على التزامها بدعم كافة الإجراءات التعاونية على المستوى الإقليمي ودعم كافة المناطق والدول. نحن نرغب في مشاركة خبراتنا دعما لخطة العمل لديكم. أتوجه لكم بالشكر مرة أخرى لحكومة قبرص والسيد الرئيس قبرص لمشاركتها القيمة، وبالطبع حكومة جمهورية مصر العربية وسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الآن الكلمة الأخيرة من المراقبين من مؤتمر كوب 27. شكرا جزيلا أصحاب السعادة، سعادة الرئيس قبرص، سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لاستضافتنا اليوم وإعطائنا بعض اللمحات بشأن هذه المبادرة. هذا يعطي أهمية كبيرة للشرق المتوسط ومنطقة الشرق المتوسط ولتركيز الجهود لمواجهة تداعيات التغير المناخي. فهناك لابد من تحقيق التناوز بين الطبيعة والمناخ والبيئة والأمن، لأن موضوع التغير المناخي يضع المزيد من الضغوط والأعباء على بعض الدول، فلابد أن يكون هناك آليات للتعاون الدولي وعلى كافة المستويات، وبدءا من المستوى الأعلى حتى المستوى الأقل. فمبادرة التغير المناخي هي أحد الخطوات الهامة التي تحفز كافة الإجراءات الفعلية وجمع البيانات اللازمة. هناك أهمية كبيرة لجمع البيانات لتمكين صنع القرار المناسب، وهذا يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا يجب أن نترك أحد خلف الرقب، لابد أن نكون جميعا في نفس المركب. نحن جميعا كيد واحدة، لابد من تحديد الموارد اللازمة لتحقيق أفضل خطة العمل بأكثر الطرق كفاءة ولوضع خطة للمستقبل سواء على المستوى الإقليمي الدولي. المملكة المتحدة تعمل بالفعل مع بعض الدول حول العالم في مجال مواجهة التحديات. نحن ننظر إلى موضوعات المياه والطاقة وكيف يمكن تعزيز التجارة عبر الحدود. هذا النوع من المبادرات يتطلب بناء القدرات لإضافة عناصر وأدوات إضافية لقدرات الدول.
لا يمكن أن تعمل دولة بمفردها، ولكن لابد من العمل التعاوني، وهذا يضمن عدم وجود أي فجوات أو تكرار للجهود أو ضياع للوقت. شكرا جزيلا لكم، نعدكم بمواصلة العمل تحت رئاستكم، وسوف نستمر بالتعاون مع المؤسسات القبرصية وكافة الدول هنا لتحقيق الأهداف في المستقبل. شكرا جزيلا. من السيدة الممثلة عن منظمة الأغذية والمياه نيابة عن رئيس مفوضية الزراعة والغذاء، أتوجه لكم بالشكر جميعا، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم هذا الحدث الهام على المستوى الإقليمي. كما ذكر من قبل، هذه المنطقة تواجه العديد من التحديات، ونحن نحن مرتبطين جميعا بهذه الكوارث ونتأثر بها جميعا. هذا يعطي القدرة، هناك إمكانيات كبيرة لدى هذه المنطقة لحل هذه التحديات، والتي تتطلب وضع الإجراءات والحلول ونقلة لتحقيق نقلة نوعية في موضوع الشراكة ووضع السياسات الملائمة. هذه المبادرة أتمنى لها كل توفيق والنجاح، ذلك يأتي من خلال وضع أفضل الحلول والممارسات. نحن نحتاج الإصرار والجهد التعاوني. كما قلتم أن هناك خطة عمل لمبادرة التغير المناخي التي تعتمد على الشراكات لتناول بعض الموضوعات مثل المياه. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في هذه المبادرة، وندعم ونعدكم بتوفير كل الدعم الفني لهذه المبادرة. من دعاء سعادتي أن أدعو السيد الرئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته الختامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، أشكركم جميعا على هذا الحوار الثري والنقاش البناء، والذي يؤكد الأولوية التي أصبح عمل المناخ يتمتع بها في دولنا. أود كذلك التعبير عن إعجابي بما تم عرضه من خطوات تم اتخاذها بالفعل في إطار المبادرة وبخطة العمل الإقليمية الطموحة الخاصة بها، التي تتسخ مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في قمة المناخ هذا العام. إن مصر يسرها أن تعمل خلال الفترة القادمة مع كافة الدول الأعضاء أعضاء المبادرة لضمان أن يتم تنفيذ خطة العمل على نحو شامل يساهم في جعل دولنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، على أساس من العلم الصحيح، إيمانا منا بأنه لا سبيل سوى العلم والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا اليوم ومنطقتنا في القلب منه. أشكركم وأصغ أنكم جميعا تدركون أهمية مواصلة العمل الجاد لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، وأتمنى لكم مشاركة مثمرة فيما تبقى من فعاليات قمتنا وإقامة طيبة في مدينة شرم الشيخ الساحرة. شكرا جزيلا. Thank you, Excellency. It is my honor to pass the floor to His Excellency. شكرا جزيلا سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد رئيس قبرص ليتفضل بإلقاء كلمته الختامية.
declaration of the Eastern Mediterranean Middle East. أتوجه بالشكر في البداية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر الهام بشأن التغير المناخي. أتوجه بالشكر لكافة الوزراء والسادة الحضور من كافة القطاعات والسيد الوزير أوغوستا ولكافة العلماء الذين عملوا بدون كلل على مدار أعوام لوضع خطة العمل لمواجهة التغيرات المناخية. أنا أشعر بكل الفخر أن أحضر هذا المؤتمر الهام في شرم الشيخ لتناول موضوعات مبادرات التغير المناخي ووضع كل الأفكار والخطط من خلال التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على منطقتنا ولضمان تحقيق أفضل نتائج هذه الأعمال التعاونية في الشرق المتوسط والشرق الأوسط. شكرا مرة أخرى سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة هذه المبادرة واستضافة هذا المؤتمر. أتمنى لكم جميعا كل النجاح والتوفيق وأعرب عن امتناني لمشاركتكم القيمة. أتمنى لكم ما هو كل الأفضل ولتحقيق أفضل النتائج. من خلال التعاون يمكن أن نواجه تداعيات التغير المناخي والكوارث المناخية. شكرا جزيلا. Thank you.